التشكيلة اللي دا المدرب هي تشكيلة مزيانة على داكشي الماتشات الإعدادية اللي لعبوا في هاد الماتشات الأخرانيين، كانوا بانوا تشكيلة متوازنة ومتناسقة، وفني زاد كان خاصهم واحد الهداف اللي يكمل لي ماركي البيوتا، وفي الأخير اقتنع باللاعب حمد الله وعيط له في التشكيلة النهائية، وتنتمنى لهم كل توفيق. تشكيلة المنتخب بانت لي مزيانة وإن شاء الله يقدروا يدوزوا للدور من بعد المجموعات إن شاء الله. خاي تشكيلة شفنا كاملين، عيط لهم مدرب الكراكي، تشكيلة زوينة وكنتسناو منهم يديروا شي حاجة في هذا المونديال. بالنسبة للتشكيلة كانت بان لي أنا في المستوى غطات شوية الخصائص اللي كان عندنا في الهجوم بإدراج حمد الله وإدراج تشيرة ونصيري رغم الضعف ديالو، ولكن كنتمنوا أنه يكون أفضل في كأس العالم. نتمنى يكونوا مباريات مزيانة ويدخلوا ما يتخلعوش ويدخلوا يلعبوا مزيان ويكملوا على الله، يكملوا يخرجوا بشي نتيجة إيجابية مع منتخبات كرواتيا وبلجيكا، ونتمنى الفوز مع كندا إلى ما لا كرواتيا وبلجيكا، نديروا شي مفاجأة نكونوا حنا الحسن الأسود هذيك المجموعة. بالنسبة للتشكيلة صراحة تشكيلة مزيانة، يعني كان منتظر من الشعب المغربي داك الشيء اللي كيتسنى راه وليد الكراكي راه داروا، يعني بانتظار حمد الله وانتظار اللاعبين كعوده حكيم زياش ومزراوي، يعني تشكيله متكامله تقريبا من الحارس حتى الهجوم، وهذا الشيء اللي كننتظروا من الوالد الكراكي ان شاء الله ويفرحونا ويقدموا واحد النتيجه ايجابيه، ولما لا نتاهلوا الدور الثاني ونقدموا واحد المستوى اللي صراحه نعطي واحد الصوره زوينه على المغرب. يعني 2018 درنا واحد مباراة مع سبليون اللي صراحة تظلمنا في الفار، وإن شاء الله هذا العام في قطر نديروا واحد بون ماتش مع بلجيكا ما كتخلعناش لا كرواتيا، عندنا لعبة في المستوى، عندنا أظهرة عالمية، يعني كمزراوي حكيمي يعني لعبة اللي عالميين معروفين وكيقدموا مجهودات زوينة. هي مجموعة صعيبة صراحة، كاينة كرواتيا بلجيكا وكندا، وكنتمنوا يديروا شي حاجة واخا ماتشات صعاب نتمنوا يديروا شي حاجة. كنت توقع مباراة الأولى ضد كرواتيا تعادل، ماتش ثاني تعادل وكندا كتربح كندا بجوج صغار. بالنسبة للمنتخب المغربي التشكيلة اللي اختار سميت المدرب الكراكي كانت تشكيلة زوينة بحضور كل من زياش على زلزولي وكل من حمد الله حتى هو صراحة واحد الحاجة اللي زوينة بزاف، سايس وحكيمي حتى هو بالنسبة للتفاح شي حاجة زوينة بزاف، بونو اللي حتى هو واحد الحارس المرمى اللي كان يعني انترناسيونال اللي هو واحد الإنسان اللي فهمتي يعني فريمون عندهم يقول في يعني بصفته يعني حارس مرمى، وصراحه كنتمنوا ان المنتخب المغربي ان شاء الله يشرف المغاربه بزاف. بالنسبه للمنتخب جا في مجموعه اللي هي صعيبه شويه بالرغم من ان بلجيكا وكرواتيا اللي كتعتبر من افضل المنتخبات في العالم غيكون عندنا شويه صعوبات، ولكن الحمد لله وان شاء الله غيكون خير ان شاء الله. بغيناهم يسالوا عندهم فرصه يسالوا، ولكن خاصهم يلعبوا مزيان وخاصهم المدرب خاصو يشارك باللعابه الجداد اللي عيط لهم ويديروا شي حاجه ان شاء الله.